نرجع مرة تانية مع حضراتكم مشاهدينا، واستقبل ضيفي الكبير الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ محمد ابو الخير. منورني ووحشني كتير. والله انت وحشني، انا بقالي حوالي 5 6 سنين ما شفناش بعض تقريبا. بقالنا فترة. نجاحاتك اللي كانت جميلة جدا في مودرن سبورت، انت كنت احد المذيعين الاساسيين فيها وعملت نجاحات كبيرة قوي، وكنا انا وانت اعتقد كنا بنحلل الدوري الفرنسي، وكان ليك بصمات واضحه جدا. فانا طبعا سعيد جدا ان انا الاقيك في قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد هم عينيهم جيده المسؤولين عن الاداره في الاهلي ان هم يتعاقدوا معاك، وانا بالتوفيق دايما. ربنا يخليك يا فندم، الشهاده يعني بعتز بيها. استاذ محمد، هاخد حضرتك لماذا يحدث الان. النادي الاهلي بصدد عقد جمعيته العموميه، النادي الاهلي يرى ان هو له الحق في ان يعقد جمعيته العموميه على مدار يومين. لغط كبير جدا في الوسط الرياضي او من ناحيه الاجواء، البعض لا يفهم ماذا سيتم، في البعض يقول ان في صدام. مجلس اداره النادي الاهلي بيصرح بيقول لا صدام مع احد، النادي الاهلي يريد وضع لائحته الخاصه بضوابطه الخاصه مع جمعياته العموميه، والنادي الاهلي في الاول وفي المقام الاول يريد تسهيل الدور للجمعيه العموميه حتى تكون لها دورها الفعال، وهو ده المادة 4 في لائحة قانون الرياضة وفي اللائحة الاسترشادية. وعايز أعرف وجهة نظر حضرتك في ماذا يحدث. يعني هو الحقيقة طبعا احنا بقالنا فترة بنتكلم في هذا الموضوع. النادي الأهلي هو نادي كبير جدا وله تاريخ، وباع في يعني قيادة الحركة الرياضية في مصر بل في الوطن العربي، عنده كوادر كثيرة جدا كان لها السبق في ان هي يعني تنشئ العديد من الرياضات في الوطن العربي من خلال هذه الكوادر المهمة. نادي الاهلي الحقيقة من اوائل الاندية اللي هو عنده لائحة خاصة به، وبالتالي هو من حقه ان هو يضع اللائحة الخاصة به. الحقيقة يمكن الجهة الادارية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، احنا بنختلف معاه في الحكاية دي، هو وزير نشيط جدا ووزير مجتهد، لكن فكرة انه الاستمرار او الاستقرار او التصميم على حضور الجمعية العمومية في يوم واحد هي عملية صعبة جدا، لانه انت بتتكلم في 12500 عملية صعبة، لانك انت بتتكلم في الصيف، يعني عملية كلها أجازات، التحضير للمدارس، الناس كلها المقر يا فندم لا يستوعب، صحيح، والمقرات كمان لا تستوعب ذلك. الدقيقة على كده أنه محمد نادي الشمس هو الأعضاء بتاعه حوالي 210 ألف تقريبا، عمل الجمعية العمومية بتاعته ولم يحضرها سوى 750 واحد، وبالتالي لازم يعتمد اللائحه بتاعته اللي هي اللائحه الاسترشاديه، ولم يعني يعتمد اللائحه الخاصه بالنادي لانه عدد الحضور اقل كتير جدا من العدد المطلوب. طب عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، وحضرتك استاذنا من فتره كبيره، يعني هل يصح ان انا كوزاره شباب ورياضه ولجنه اولمبيه مصريه وبسترشد بلائحه من اجل فائده العامه للرياضه المصريه كوجه عام، ولا اضع في الاعتبار ان اقعد جلسه مع النادي الكبير او الانديه الكبيره سواء الاهلي الاكبر نادي القرن، صحيح، والرياضه الافريقيه في كل شيء، صحيح، ونادي الزمالك، صحيح، اعرف ايه الضوابط، ايه اللي مناسب ايه اللي مش مناسب، استرشد معاهم. هي كلمه استرشاديه ان انا بسترشد، لسه بشوف الدنيا ماشيه ازاي، صحيح. هل يصح ان انا اخد هذه القوانين وهذه الخطوات دون الرجوع للانديه الكبيره؟ يعني انا بتفق معاك، ويمكن هنا علامات استفهام كبيره جدا. انا بعرف كويس جدا انه وزير الشباب هو شخصيه توافقيه، كم من المشاكل والكوارث تم تصديرها لوزير الرياضه، والحقيقه كان بكياسه بتاعته وكان بعلاقاته مع المجتمع الرياضي وباخلاقياته الحقيقه العاليه جدا انه قادر يمتص العديد من الازمات، وبالتالي كان مش من الطبيعي جدا يحصل نوع من التحاور فيما بين الوزاره او فيما بين لجنه الشباب اللجنه الاولمبيه والقيادات في الانديه الكبرى. انا بقولش الاهلي فقط، انا بقول الانديه الكبيره اللي هي لها خصوصيه. يعني النهارده لما اجي اضع لائحه استرشاديه، انا شخصيا لو تسالني على لائحه استرشاديه، انا كان مفترض اعمل 3 لوائح استرشاديه، لائحه خاصه بالانديه الكبيره اللي هي الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي الانديه الجماهيريه والاتحاد، ولائحه خاصه تتناسب مع الانديه الاجتماعيه زي مثلا نادي هليوبلس ونادي الصيد ونادي سبورتنج في
الاسكندريه ونادي ولائحه اخرى يعني تتفق مع او تتناسب مع الانديه اللي هي فيها مراكز شباب وهي لها عضويه في الانديه او في الاتحادات الرياضيه، وبالتالي ما بيبقاش في الصعوبه اللي احنا والمعضله اللي احنا بنتكلم عليها الان. لكن فكره انه يبقى في لائحه استرشاديه وهذه اللائحه هي يا اما تجمع العدد المقبول الجمعيه العموميه او انك تقبل اللائحه الاسترشاديه بنصوصها، هذا كلام نتوقف عنده كتير جدا وعلامات استفهام كتيره جدا. لكن انا كنادي اهلي انا من حقي ان احشد الجمعيه العموميه، انا لم اعترض على القانون، لم اتحدى الدوله، عشان بس هذه يعني بين شاولتين. نعم. فكره ان انا الذين يسوقون بانه النادي الاهلي يتحدى الدوله ويتحدى الاداره الحكوميه ويتحدى الدوله المصريه بشكل عام، هذا كلام يعني غير صحيح، هرتله. نعم. وكلام يعني سوقي لا يجب انه يتم ترديده على الاطلاق. من يحب النادي الاهلي يجب ان يتفق انه لابد من حضور اعضاء الجمعيه العموميه. الان يحدث هناك بشائر على حضور الجمعيه العموميه وبشائر ممتازه بعد فكره انه المهندس محمود طه رئيس النادي الاهلي انه يتحاور مع اعضاء الجمعيه العموميه ويحصل عمليه يعني شحن للجمعيه العموميه انها توعي توعيه وتوعيه. هي لما بتحضر هي مش عشان محمود طاهر، هي بتحضر عشان مستقبل الاهلي. يا جماعه دي لائحه خاصه بالنادي الاهلي والجميع اتفق على هذا المنتج، اللي هو هذا المنتج الذي شارك فيه كبار النادي الاهلي وخبراء النادي الاهلي من ناس يعني قيادات رياضيه وقيادات وقانونيون وكل ما هو صحيح. من الناس صحيح. المؤهله لوضع اللائحه صحيح. لكن انا استاذن حضرتك، احنا معانا مراسلنا وزميلنا امير هشام من مقر النادي الاهلي بفرع مدينه نصر لديه العديد من اللقاءات. امير ماذا لديك؟ محمد وبضيوفك وايضا بكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اقول لك ان انت زي ما انت شايف الخلفيه ورايا دلوقتي الندوه شغاله من قبل المهندس محمود طاهر مع اعضاء النادي الاهلي في فرع النادي مدينه نصر. خليني اقول لك المناقشه صحيه جدا ومناقشه جيده جدا. ايضا في بعض وجهات النظر اللي بيقولها اعضاء النادي الاهلي مع المهندس محمود طاهر في نقاش حضاري بشكل كبير جدا. اللائحه بس مش هي نقول اللائحه، لا كل اعضاء النادي الاهلي او معظم او بعض اعضاء النادي الاهلي بيقولوا رايهم في بعض البنود مع المهندس محمود طاهر في تقبل شديد جدا من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في المناقشه على هذه اللائحه الهامه، وايضا في تصميم كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي على اهميه ضروره اقرار اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وعدم اقرار اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه. اقول لك ان لسه متواصلين طبعا في اعقاب هذه الندوه الهامه مع بعض اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. برحب بك في البدايه وعايزين طبعا نتكلم عن الندوه ورايك في الندوه حتى الان مع المهندس محمود طاهر. لا والله فكره جيده وكانت مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي ولفته طيبه ان هم يبتدوا يعرفوا الناس باللائحه بتاعتهم، اللي النادي الاهلي المفروض هو اللي يعمل لائحته، مش النادي الاهلي اللي بيمشي بلائحه استرشاديه وتبص تلاقي حد بيصمم لك لائحتك. يعني النادي الاهلي نادي كبير، هو اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط كله، هو قادر ان هو يحط لائحته وقادر ان هو يحط لائحته الناس كلها يعني اعضائه من حقها انها تبقى ليها لائحته. احنا مستغرب جدا ان انت حد بيفرض عليك لائحه ولائحه استرشاديه. ان شاء الله انا بس كل اللي بطلبه ان بطلب من اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يبقوا موجودين في يوم 25 و26 يقولوا رايهم سواء بقى او لا، او يعني يحضروا يقولوا رايهم. واللائحه دي مش معموله لحد ولا معموله انها بتضرب في حد، دي لائحه النادي احنا بنعملها الناس عاملاها. واللائحه على فكره انا بقول للناس يا ريت تقرا اللائحه، ان اللائحه فعلا معموله بشكل جيد، لا يعني مش معموله لحد على حساب حد. في ناس بتستغل ده وناس بتسيء لمجلس اداره. يعني الاعداد رايك فيها ايه؟ اعداد كتير قوي النهارده موجودين لمناقشه هذه اللائحه، ودي يمكن ظاهره صحيه ووعي كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي. اكيد اكتر اعضاء عندهم وعي في جمهوريه مصر العربيه، دي مش تحيز النادي الاهلي، فعلا اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيعلم مصر وبيعلم الوطن العربي وبيعلم افريقيا كلها، وهو دايما المناره اللي الناس بتسترشد منها، فده شيء طبيعي ومش جديد على النادي الاهلي ولا اعضائه. يعني اشكرك. متشكر. لسه متواصلين يا محمد، وفي بعض الاعضاء ايضا المتواجدين هنا لحضور هذه الندوه. عايز اخد رايك في الندوه حتى الان واهميه التناقش بخصوص اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايفه ان الحمد لله النهارده في نجاح ساحق في اهلي مدينه نصر بالنسبه للندوه، وان شاء الله هنرد كمان يوم الجمعه 25 الجمعيه العموميه، وان شاء الله النادي الاهلي هيبقى سيد موقفه وهنقول نعم لنادي الاهلي لان احنا اصحاب قرارنا.
شكرا. ايضا معايا بعض اعضاء النادي الاهلي في الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي وبالتحديد مقر النادي الاهلي مدينه نصر. رايك في الندوه النهارده وطبعا التناقش في ظل طبعا تواجد المهندس محمود طاهر على اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي؟ لا، هي الندوه نجحت بكل المقاييس، لان احنا النادي الاهلي فوق الجميع ومحدش بيملي رايه على النادي الاهلي، والنادي الاهلي سيد قراره. بس قريت اللائحه وعايز اعرف رايك فيها. لا طبعا احنا ما حدش يملي رايه على النادي الاهلي، يعني احنا يعني كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي احنا مش عايزين حد يتدخل في شؤوننا، احنا اللي بنقرر كل حاجه يعني. بس كنت متواجده ان شاء الله يوم الجمعه ولا السبت؟ الله، لا ان شاء الله الجمعه باذن الله. ممكن الجمعه ان شاء الله عدد 12500 يجوا ان شاء الله واكتر كمان باذن الله. ان شاء الله اكتر كمان ان شاء الله باذن الله. لسه مستمرين معاك يا محمد، وفي ايضا احد اعضاء النادي الاهلي اللي طبعا في التحدث حتى الان. رايك، انا كنت اتسجلت معاك قبل الندوه لكن الندوه ابتدت، عايز اخد رايك في الندوه حتى الان والنقاش. انا شفتك كنت بتتكلم مع المهندس محمود طاهر، قول لي كنت بتقول له ايه وهو رد عليك؟ اولا احنا النهارده كاعضاء جمعيه عموميه احنا مش جايين نناقش لائحه، اللائحه كانت قدامنا وشفناها ودرسناها وكلها في مصلحة النادي. وعايز أقول حاجة، النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك نادي عريق أسس سنة 1907 بقاله 110 سنة، ما ينفعش إن حد ابدا يفرض عليه اي لائحه او اي حاجه، ولازم كان يتخذ رايه في اللائحه بتاعته. وانا عايز اقول حاجه، المصريين هم اللي وضعوا الدستور، المصري هو اللي وضع الدستور. الكلام اللي انت قلته للمهندس محمود طاهر. ايوه يا فندم، المصريين هم اللي وضعوا الدستور بانفسهم، فمن حقنا احنا كمصريين وكناس قدام في النادي الاهلي ان احنا نضع اللائحه بتاعتنا بس. وده واحنا النهارده جايين مش عشان نناقش، احنا جايين بنؤيد عشان ما حدش يتدخل في اي لائحه او اي حاجه تخص النادي بتاعنا. رد عليك المهندس محمود طاهر قال لك ايه؟ محمود طبعا كل الاعضاء الموجودين سقفوا وهو ايد بنفس الكلام دوت. وبرضه بكرر تاني، احنا مش عايزين حد يتدخل في النادي الاهلي غير اعضاء الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي. شكرا شكرا لحضرتك. زي ما انت شايف يا محمد، يعني تفاعل رائع جدا من اعضاء النادي الاهلي مع المهندس محمود طاهر، سواء اللي موافقين على اللائحه بشكل كامل او اللي عندهم بعض الاعتراضات على بعض البنود الخاصه باللائحه اللي بتحتوي حوالي 94 بند تقريبا. طبيعي ممكن يكون في بعض الاختلافات في وجهات النظر، لكن دايما شيء صحي جدا التناقش حوالين هذه اللائحه، خصوصا ان هي لائحه تحتوي مستقبل النادي الاهلي في القادم من السنوات. ايضا معايا بعض النادي الاهلي هنا المتواجدين، برحب بيكي طبعا في البدايه، وقولي لي اهميه الحضور النهارده لندوه المهندس محمود. احنا طبعا لازم كلنا نأيد اللائحة بتاعتنا، النادي الاهلي نادي عريق ولازم هو اللي يحط اللائحة بتاعته، وان شاء الله كلنا هنكون موجودين هنا يوم 25/8 ان شاء الله. رأيك في اللائحة ايه؟ قريتيها ولا لا؟ قريتها بأيدها. ايوه طبعا لازم النادي الاهلي هو اللي يحط اللائحة بتاعته. قريتها طبعا. اشكرك شكرا. دي كانت بعض اراء طبعا الموجوده هنا مقر النادي الاهلي مدينه نصر في اعقاب هذه الندوه الهامه من المهندس محمود طاهر، والندوه الاخيره يا محمد للمهندس محمود طاهر في مقر النادي الاهلي هنا بمدينه نصر بعد الانتهاء من اول ندوتين، سواء فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او بالجزيره. بشكل عام يمكن اجواء جيده جدا في تواجد اعضاء مكثف بشكل كبير جدا طبعا لحضور هذه الندوه والفهم طبعا لبعض البنود الخاصه بهذه اللائحه، خصوصا ان اعضاء النادي الاهلي عندهم وعي كامل جدا ان هم طبعا عايزين يعرفوا كل ما يخص هذه اللائحه. هسيبك دقيقه كده طبعا على الهواء مع هذه الاجواء الخاصه باللائحه، وثم طبعا اعود لك يا زميلي محمد. كثافه علشان ما حدش يفضل علينا كلمه ان شاء الله. هو ده اللي بنأمله وبنأمل من الجمعيه العموميه الحشد في يوم 25 هنا ان شاء الله، وبتمنى ان هي تكتمل هنا في مدينه نصر باعداد غير مسبوقه ان شاء الله. طبعا عايز ليه تلميحات الناس اللي بتحارب في مجلس الاداره؟ ليه ما كنتش دايركت؟ كل الناس الموجوده عارفين تلميحات، فاحنا واحد اثنين ثلاثه يبقى الناس عارفه، حتى الناس اللي مش عارفه ايه اللي ورا الكواليس، ايه اللي بتعمل؟ في ناس عندها برامج اعلاميه بالليل بتحارب مجلس الاداره، ليه الناس ما نعرفش؟
لسه مستمرين مع حضراتكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انت تسال كعضو جمعيه عموميه ورئيس النادي الاهلي يجيب، تحاول ان تفهم ومجلس اداره النادي الاهلي بيجيب، وده من اهم العوامل اللي بتفرق النادي الاهلي عن باقي الانديه، ان في تواصل، في علاقه ما بين عضو جمعيه عموميه وما بين من يدير المؤسسه، لان منظومه النادي الاهلي مش سهل ان اي حد يقوم بادارتها. ارجع لي ضيفي الكبير الاستاذ محمد ابو الخير، كنا بنتكلم عن هل كان من الصحيح ان اطلع برائحه استرشاديه دون الرجوع الى الانديه الكبيره، وحضرتك رديت عليه قلت ان كان من الممكن او كان من الافضل وضع لائحه خاصه للانديه الكبيره وللانديه الاخرى، الانديه الاجتماعيه، لكي تكون الامور في النصاب الصحيح. صحيح صحيح، لانه في النهايه انا من المفترض ان انا بدعم الانديه. انا النهارده رفعت شعار مهم قوي ان هو لا للتدخل الحكومي في الشؤون الرياضيه، سواء الشؤون الرياضيه دي اللي هي الاتحادات الرياضيه او الانديه الرياضيه، وبالتالي انا عملت سبق تاريخي ما حدش طلب اصلا. احنا كنا زمان بنقول ايه، لا يجب انه الانديه اللي هي تتبع الحكومه ان هي تبقى مستقله. يعني في يوم من الايام كده، هل مثلا انك حلمت النادي الاهلي ممكن يتباع او نادي الزمالك؟ دي كارثه. يعني لا يجب ان احنا يعني ننساق وراء هذه الاقوال. لكن احنا كنا بنقول ايه، انه الجهه الاداريه طالما رفعت هذا الشعار وهي عايزة تتسق مع ما يحدث من الوثيقة الأولمبية الدولية ويحدث في العالم كله، كان لابد أن هي تجتمع بالأندية الكبيرة وتاخد رأيها، ومفيش أي حاجة خالص. هذا لا ينتقص إطلاقا من بالعكس، ده يضيف يا فندم، بالعكس يعني ده يكبرها أكتر، ده يضيف يعني. لأنه في النهاية أنت المفترض، أنت المسؤول الرياضي في مصر هو عايز يعاون الأندية، المفترض مهمته أن هو معاونة الأندية على الإعداد اللي لاعبيها، على يعني تذليل العقبات أمام الأعضاء، أن الأعضاء تستمتع. النهاردة مثلا لما تيجي تقول لي مثلا أقاويل بتطلع، أسوأ الفكرة يا محمد، الموضوع مش فكرة أنه الأهلي يعمل الجمعية العمومية بتاعته، الأهلي دايما بيقود القاطرة الرياضية. الأهلي النهاردة لو بإذن الله لو اجتمعت الجمعية العمومية واعتمدت لائحة النادي الأهلي، بالتالي بالتبعية جميع الأندية سوف تطالب بتطبيق هذا المنتج الجيد، لأنه في النهاية هذا المنتج لا يحمل يعني لا يحمل ضغينة لأحد، بيحتوي كل أبناء النادي الأهلي، بتتعامل والبنود بتاعتها أنا شفتها، البنود بتاعت اللائحة مكتوبة بشفافية مطلقة، وبالتالي هذا هو دستور النادي الأهلي. أهم حاجة برضو خلينا نرجع لأهم البنود، إن لا إقصاء لأحد، مفيش بند الثمان سنين. يعني عشان نبقى واضحين بس، الاقصاء لاحد دي طلعت من مين؟ دي طلعت اشاعه عشان مطلوب بي المقصود بيها محمود الخطيب. نعم. يعني المجموعه اللي ورا محمود الخطيب وعماله تروج، وكل شويه مثلا محمود الخطيب خرج من الاستاد يقول لك محمود الخطيب خرج من الاستاد، محمود الخطيب داخل الحمام، محمود الخطيب داخل الحمام، محمود الخطيب سافر يعمل عمره، محمود الخطيب صور سيلفي وهو كان في الكعبه. ده شغل، ده شغل انتخابات. هقول لحضرتك حاجه برضه، لكن انا عشان بس اوضح ليها، ما انا برضه في النقطه دي نقطه مهمه. اتفضل. لا اعتقد ان كابتن محمود الخطيب نفسه مبسوط من هذه الشائعات. هو مين اللي يقدر يكره محمود الخطيب؟ انا عايز اسال سؤال مهم قوي، مين اللي يقدر يكره محمود الخطيب كلاعب فذ جدا، كلنا كنا بنحب بيبو وما زلنا كلاعب، انما احنا بنتكلم على اداره. الاداره يعني انا ممكن ابقى راجل بتكلم كويس لكن لا ما اعرفش ادير. الاداره لها ناسها، الاداره لها. احنا بنتكلم على كيان النادي الاهلي، هل هذه المجموعه قدرت ان هي تعمل انجازات حقيقيه على الارض؟ مجموعة محمود طاهر والمجموعة المحترمة أعضاء منهم الأستاذ عماد وحيد والمجموعة والأستاذ زاهر ومجموعة الشباب الموجودة، قدروا يعملوا إنجاز على الأرض؟ قدروا يعملوا إنجاز على الأرض في إيه؟ أنت بتتكلم في وقت توقفت فيه الحياة الاقتصادية في مصر، كان هناك شبه انهيار في الحياة الاقتصادية في مصر، كان هناك توقف تام في النشاط الكروي في مصر، وبالتالي كيف تسوق للنادي الأهلي؟ كيف تستطيع أنك تحول الأهلي إلى منتج؟ يعني بقى اسم عالمي النهاردة الأهلي بيجيب فلوس، الفانيلا النهاردة هرجع تاني النادي الأهلي. هرجع تاني يعني أقول لحضرتك أن وضع لائحة النادي الأهلي ليس له أي علاقة بالانتخابات إطلاقا، هي بعض الضوابط وبعض النصب لمن يقود النادي الأهلي. اتكلمنا على بند تأدية الخدمة العسكرية، صحيح. بند المؤهل العالي، لا إقصاء لأحد، وباين في اللائحة الخاصة للنادي الأهلي، ونعود إلى أن من وضع اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي هم من كبار السادة القانونيون، صحيح. الناس اللي فاهمة في الضوابط وفاهمة في اللوائح، وفي الأخير اللي بيقول آه أو لأ هو عضو الجمعية العمومية. صحيح صحيح، هي الفكرة أنه المتربصون بهذا المجلس. بص احنا عشان نتكلم بشفافيه يا محمد، بص احنا لا بنقول مع حد ولا ضد حد، تكون فاهم، وبقول بما يرضي ربنا. هذا المجلس منذ ان اتى مجلس محمود طاهر، وما تعرفش منذ ثاني يوم، من ثاني يوم
في حد خد قرشين وراح يعمل عملية بطلان للعملية الانتخابية، رفع دعوة قضية، مع انه السكور النهاردة سكور تاريخي كان 75-25، وبالتالي ليس هناك مقارنة. تيجي تقول لي مثلا في 500 صوت باطل ولا مش عارف ايه، عشان يشيلهم ويعملهم. تيجي تتكلم على اجراءات كان مفترض ان المجلس السابق اللي هو مجلس المهندس حسن حمدي او الكابتن حسن حمدي ومعاه الكابتن الخطيب، كان المفترض هو لانه هو اللي كان في الحكم، كان المفترض انه يتبع الخطوات الاجرائيه المطلوبه لاجراء العمليه الانتخابيه. وبالتالي لما يكون في ديفو انتخابي يعود على المجلس السابق وليس مجلس محمود طاهر. ولكن في النهايه مجلس محمود طاهر هو اللي عانى ده، يعني عانى. مش ممكن مجلس النهارده يقعد تحت سن الرمح من اول ما قعد على ما نجح في هذا المكان عمليه بطلان، عملية انه المجلس عملية المجلس يعين يتم تعيينه، عملية تفخيخ المجلس عشان خمسة ان هم يستقيلوا. طب انا بسأل الخمسة وناس محترمة جدا، انتوا استقلتوا ليه؟ ليه ما دخلتوش المجلس معينين؟ انتوا النهارده بتعملوا ايه؟ يعني على الاقل حتى لو انت معارض يا اخي، حتى لو انت لا تتفق مع اراء الاحد، وهذا شيء طبيعي جدا ولا يقلل اطلاقا، سنة الحياة، لكن في النهايه ما تقعد على الترابيزه. انت النهارده قاعد تعمل ايه؟ يعني ليه ما دخلت؟ انت خدت ثقه الجمعيه العموميه وتخاذلت انك انت ما تكملش مع النادي الاهلي. النهارده مثلا ماذا كان يحدث لو محمود طاهر النهارده ما قبلش التعيين النهارده في المجلس؟ ماذا كان يحدث؟ كان تحول النادي الاهلي لغابه، كان الاهلي اللي بتتكلم على الانجازات العظيمه دي. طب كلها. انا عايز اسال حضرتك في نفس السياق، الأهلي بطل الدوري والكأس، وهناك من ينتقد كثيرا، وبدل ما نبتدي نتكلم على إنجاز النادي الأهلي من ناحية أن أنا أعمل موسم بدون هزيمة في الدوري العام، فائز على كل المنافسين، وأروح لبطولة كأس مصر وأوصل للنهائي وأعمل نهائي دراماتيكي وأفوز على نادي من أقوى الأندية الموجودة في الساحة الآن النادي المصري، وأفوجأ في بعد ما نشر، وأخد حضرتك لما نشر في جريدة الأهرام بالأمس، وعلى تحويل الملف والنيابة بيتحقق مع النادي الأهلي. يعني هل هذا صحيح؟ لا بص، انت بتتكلم على ايه؟ فكرة هل التربص ما زال موجودا بمجلس إدارة النادي الأهلي و العملية الناجحة للنادي الأهلي؟ ما زال التربص موجود. يعني أنا بالنسبة لي النادي الأهلي هو مجلس الإدارة. نعم. أنا ما بحبش أفصل مجلس الإدارة عن النادي. لا تفصله زي ما كان يتربص. كيان واحد بالنادي الأهلي، لكن نعم. هو اللي بيتربص مجلس الإدارة، لأن ده بيصب في ده على مدار التاريخ 110 سنة هي كده. صحيح صحيح. لكن النهاردة ما يكون مثلا كابتن حسام البدري يعتلي الدوري وفاز بالدوري دون هزيمه وعمل سكور كويس قوي وماشي كويس قوي، وكل شويه يطلع يقول لك ده جاي له عرض مش عارف من فين، وكان جاي له عرض مش عارف من فين، ده ما بيضحكش يعني، يا ده ما بيضحكش، ده بيشوح، ده بيقعد مش عارف ايه، ده بيعمل ايه. لكن دي عمليه اهانه. المفروض هو ايه المفترض، يعني المقصود من هذه فكره تصدير الاهانه لرموز النادي الاهلي في الكوره هي عمليه اقصاء النادي الاهلي، عمليه قتل الفرحه لدى الجماهير. النادي الاهلي فاز بالدوري وفاز بالكاس، يعني فندم وحد بعد ما كابتن حسام البدري فاز بالدوري والكاس ويطلع لا اصل فلان افضل مدرب في الدوري وهو في فرقه تانية كسبها النادي الاهلي ذهابا وايابا. طب صحيح. ازاي صحيح. لكن انت بص، انت لا يعني محمد، انت لا تستخف بالتنظيم الطليعي اللي كان موجود في الفتره اللي فاتت. تنظيم طليعي تكون على مدار 20 سنه، هذا التنظيم لديه الاليات بتاعته اللي زالت موجوده. انا عايز اقول لك على مش دي قناه النادي الاهلي؟ ما انا بشوف برامج بتنقد، مش بتنقد يا راجل، بتهين مجلس اداره النادي الاهلي. انا ما شفتش كده يعني. انا لو والله العظيم، والله لو انا مسؤول النادي الاهلي اشيلهم من تاني يوم. يعني هذه قمه الديمقراطيه، انك تلاقي فيه برامج يعني بتسوق لفكره، مش عايز اقول نقد، هو يعني انا مش شايف نقد، ده نقد، لا هو التقليل من انجازات مجلس محمود طاهر. يعني وبالتالي هم بيخدموا الفكره معينه يعني. لكن انا مش هتكلم على ده، انا بتكلم على فكره انت مجلس حققت نجاحات عظيمه جدا في الكوره. مش هم النهارده لما عمل انجازات في سابقه لم تحدث، لما بنى فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، ها، وبنى مجمع السكواش، وبنى تطوير وحديقه اطفال عالميه في مقر مدينه نصر. حضرتك بتتكلم على الطفره الانشائيه، تطوير البنيه الاساسيه. نعم. اللي ما تبدلهاش ايد يا محمد من 18 سنه، كويس، واحول النادي الاهلي لمنتج النهارده، واعمل رعايه لم تحدث في تاريخ النادي الاهلي بنص مليار. كل دي نجاحات كبيره جدا. فيجي البهوات واحد معاه مايك وعايز يبين لنا ان هو بيدير النادي الاهلي كويس، وساحب واحد في ايده كده بيقدمه يقول لك الاسطوره الاسطوره، كويس، يجي النهارده يقول لك ايه اصله عملوا ايه، يعني ده شماسي، دي شماسي وكراسي. لا يا حبيبي، ايه اللي شماسي وكراسي؟ انت بتتكلم على اقتصاديات النهارده. الكوره والنادي الاهلي تحول لمنتج صناعي لا يستطيع اي حد في الدنيا انه يقدر يديره. زائد بقى النهارده اضافه النجاحات اللي في الكوره النهارده، ان انا افوز بالدوري
وافوز بالكاس وماشي كويس قوي في الادوار العليا في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، يبقى ده انجاز، ده مش انجازات ولا ايه؟ تيجي النهارده لو انا حققت انجاز، لا انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ لا انا ماشي صح طبعا، انا ماشي صح. بص يا محمد، انت بتعمل شغلك بما يرضي ربنا وبتقدم المنتج، وطالما انت ماشي صح خلاص، الناس ما حدش يقدر يضحك عليها زي زمان. زي زمان كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى جورنان اتنين تلاته محزمين الدنيا وخلاص. لا النهارده في عندك فيسبوك وعندك مليون شاشه. النهارده لو انت منعتني يا محمد يا فاروق ان انا اقول رايي النهارده في البرنامج بتاعك، وانت عندك ملايين بيشوفوك منذ ان كنت في مودرن سبورت بيشوفوك الملايين، لو انت منعتني يا محمد ابو الخير اقول رايي النهارده، اطلع اقوله في اي حته، اطلع يا اخي اقوله في الفيسبوك ده المنيل ده واكتبه، والناس هتتناقل هذا الراي. لكن في النهايه انت النهارده مثلا ما احنا شفنا الجلسه او الندوه بتاعت المهندس محمود طاهر في مدينه نصر، الناس بتساله بكل حريه، وايه المشكله يعني؟ الناس بتساله. انا يعني يحضرني حاجه مهمه جدا يا محمد، اول ما المجلس ده نجح وكان رابطه النقاد الرياضيين مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر وجهوا دعوه على الفطار في النادي الاهلي، واحنا قاعدين بناخد الشاي كده في بعد الفطار، قاعدين في الجنينه وعاملين دايره كده كلنا وقاعدين، انا فوجئت بواحد فرع الشيخ زايد بس عشان احنا كنا اتفرج على الجمال بقى، اتفرج. لا هو ده اللي نتكلم عليه يا محمد، احنا بنتكلم على الحاجات على الارض احنا مش عايزين مشاكل، اللي كل واحد يتحمل المؤامره، اللي عايز يستمر في المؤامره عليه ان استمر في المؤامره وسوف نكشفه ونفضحه. لكن لما تيجي النهارده ناس اشتغلت بهذا الجمال وهذا المنتج العالمي، النهارده لما يعملوا لي فرع الاهلي في الشيخ زايد بهذه الجوده وهذه الاضافه المهمه جدا للرياضه المصريه، مش بقول لاعضاء النادي الاهلي فقط، دي بنيه اساسيه مهمه لرياضي مصر كلها، لانه النهارده لما تيجي المنتخبات عايزه تستعمل حمام السباحه الاولمبي الجميل ده، النادي الاهلي يقول له لا، يقول له اتفضل اتفضل تدرب المنتخبات بتاعتك. النادي الاهلي النهارده لما يكون عنده ملاعب فرعيه للكوره او الكره الخماسيه او كره القدم او جميع الانشطه هيقدر يمنع المنتخبات، ده اضافه للمنتخبات الوطنيه. لكن النهارده بشوف نادي بهذه العراقه، النادي الاهلي هو العمود الفقري للمنتخبات الوطنيه بالضبط. بس انا ما كانش ينفع يا محمد اقعد اقول النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي النادي الكبير ده، الانديه الكبيره دي، وما يبقاش عندي مقر او يعني في حمام سباحه للاعضاء، في مكان للاعضاء، في مطعم يقدروا ياكلوا اكل كويس، في مكان الخدمة. ما ينفعش يعني، يعني ازاي ابقى نادي كبير وانا ما عنديش. اسال حضرتك، نعم. ما هو صحيحه ما نشر في الاهرام بالامس عن تحويل الملف النادي الاهلي ومخالفات اداريه الى النيابه؟ لا ده مديريه الشباب والرياضه، مديريه الشباب والرياضه القاهره هي اللي طلعت هذا البيان، انه قالت ان هي حولت مخالفات وملاحظات للنيابه مخالفات وملاحظات على مجالس النادي الاهلي، هذه المجالس من 7 سنوات، يعني من فتره 7 سنين، مش فتره معينه، مش الفتره الحاليه ولا الفتره السابقه، فتره 7 سنوات، 7 سنوات من متصل. المجلس اللي فات حتى الان. نعم. حتى الان في حاجه بتبقى عرف يا محمد، في بيبقى حاجه اسمها ملاحظات، تيجي النهارده الجهاز المركزي يقول لك لا ملاحظات يا محمد، انت عملت مثلا في مش عارف مكافاه او في كراسي بكذا او بتاع، انت بتعدل الملاحظه دي ملاحظه رايحه جايه. نعم. يدوك شهر او 45 يوم ترد على الملاحظه. في حاجه اسمها مخالفات، مثلا تيجي تقول مخالفات، مخالفه ان انا عملت كذا، مش فكره ان انا قلت مخالفه ان انت انسان حرامي او عفوا يعني او انسان انك بتبيح المال العام للناس، لا انت من الممكن بترد ردود قانونيه ومنطقيه على هذه اكيد عندك الملاحظات. ملفاتك الاداريه اللي بتفيد ان صرفت في ايه لكن وعملت انا عايزك إيه؟ نعم. والاهرام طبعا بينشر زي اي جورنال، لكن انا بشوف انه هناك حميميه وتقدير غير طبيعي جدا لجريده الاهرام، وهذا نابع لانه جريده بقى لها داخله على 160 سنه، وبالتالي لديها قارئ ولديها مصداقيه. دايما يا محمد احنا بنقول ايه؟ انا شخصيا لو في خبر ما قراتوش في الاهرام انا ما يبقى الخبر ده ما حصلش، وهذا ليس تقليلا من وسائل الاعلام الاخرى، وبالتالي هناك ارتباط كبير جدا ما بين اعضاء الجمعيه العموميه وجريده الاهرام، فدايما لما بيحصل حاجه يتكتب حاجه في الاهرام هي لا هي حصلت، هي مش في الاهرام فقط، لا ده مديريه الشباب والرياضه هي اللي قالت هذا الكلام، لكن من الممكن ان البعض يشوف انه هناك اسقاط على مجلس معين، يعني ممكن ما تكونش في توضيح انه هذه الفتره يكون في المتن جوه. نعم. انه الفتره دي 7 سنين وبالتالي مجلس منذ مجلس. طب هل ده امر طبيعي روتيني يعني يحدث؟ لا هو من الممكن يحدث وروتيني، لكن السؤال لماذا الان؟ يعني لماذا الان تناول مسؤول الشباب والرياضه في النادي في القاهره حبوب الشجاعه واعلنوا عن تحويل ملف
فيه بعض الملاحظات الى النيابة. من المفترض انه هذه الملفات لا يتم تحويلها من خلال مديرية الشباب والرياضة تحديدا يا محمد، ما تحولش للنيابة، لكن المفترض ان الجهاز المركزي هو اللي يحول للنيابة. يعني انا كمديرية شباب لو في عندي ملاحظات بروح للجهاز المركزي، الجهاز المركزي هو اللي بيحول لمديرية للنيابة. الجهاز المركزي بيحول للنيابة على طول ولا رايحة جاية بيخاطب إدارات الأندية سواء السابقة أو الحالية يقول لهم في حاجة؟ من الممكن إن المجلس الحالي هناك تبقى فيه مخالفات على المجلس السابق وما حولهاش، هذا من الممكن يحول للجهاز المركزي. يعني المجلس الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر في مخالفات للمجلس السابق مثلا ما حولهاش للجهات الرقابية يعاقب، لانه من المفترض انه لو هناك ملاحظات او هناك مخالفات يحولها ويتم التحقيق مع الذين كانوا يتولون هذه الفتره. ولما بنقول كده احنا مش بنتهم حد خالص، احنا بنتكلم كلام فير، بنتكلم كلام ما يحدث في العرف. لكن لماذا الان بقى؟ انا بعتقد انه الذي اتخذ قرار يعني تحويل هذه الملفات الى النيابه بعتقد انه اخذ الضوء الاخضر من احد الشخصيات لعمليه تشويه للنادي الاهلي وعمليه يعني احداث نوع من الجدل اللي احنا بنتكلم عليه. هل المخالفات دي مجلس محمود طاهر؟ هل المخالفات دي مجلس محمود الكابتن حسن حمدي وكان معاه الكابتن الخطيب نائب رئيس؟ يعني هو ده. لكن لا يجب اطلاقا انه دي لعبه قديمه. احنا قلنا ما ينشر في الاعلام وما يتداول في الاعلام نعم يجب ان يكون منطقي. يعني حينما انتقد وانا شايف شيء بيحدث خطا وليا وجهه نظر فيه يجب ان اكون منطقيا. انا هاخد حضرتك في كذا محور. نعم. الاول تحدثنا عن الناحيه الفنيه بالنسبه لفريق كره في النادي الاهلي. نعم. فريق كره في النادي الاهلي يتصدر بطوله الدوري قبل ما تخلص باربع اسابيع بيحسمها حسم كبير جدا. نعم. وطوال الموسم النادي الاهلي في انتقاد شديد 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 شديد. بطوله الكاس بعد البطولة العربية الودية الدنيا وقفت ولم تقعد، وبداية لمسلسل من الانتقادات للكابتن حسام البدري ومجلس الإدارة غير منطقي. وهي بطولة في الأول وفي الآخر، هي بطولة ودية بطبع رسمي، لكن هي في الأول وفي الآخر بطولة ودية. حتى النادي الأهلي خد منذ البداية لم يكن يريد المشاركة ولكن شارك من أجل أسباب وطنية. مصر بتحتضن أشقاء العرب فيجب أن يكون الآن نادي الأهلي ونادي الزمالك مشاركين. نعم. ثم جاءت مشاركات الكاس. نعم. والنتائج النادي الأهلي في الكاس وأيضا لم تتوقف الانتقادات. نعم. وبعدين دخلنا في جدل اللائحة الاسترشادية وموقف النادي الأهلي، ما شفناش الوضع اللي بيتكلم طب ما هو الحل. نعم. لم نرى في الأهلي. بص أنت اتكلمت في حاجات كبيرة أوي كتيرة يا محمد، انا اكلمك على فكره انه لا يتم، انت عايز تقول انه لا يتم تقدير النادي الاهلي على قد نفس المستوى من الانجازات اللي حققها بالنسبه للدوري، بالنسبه للكاس، بالنسبه لماشي كويس قوي في بطوله افريقيا، بالنسبه للمستوى الخدمي والاجتماعي اللي عامله والمنشات والانشائي، وبالنسبه للفكر العالمي اللي بيتبناه مجلس المهندس محمود طاهر ومعاه عماد بي وحيد، وفكره عمليه انشاء استاد عالمي في الفتره اللي جايه. انا بقول لك انه هذا المجلس، مجلس محمود طاهر، اتظلم لانه يعني كابتن حسن حمدي قعد فترة كبيرة، وكان طبعا انت عارف ان هو كان احد قيادات مؤسسة الاهرام، مسؤول كبير، وهو خبير اعلام قبل ما يبقى خبير اعلانات، هو خبير اعلام. كيف ان هو قدر يصنع امبراطورية اعلامية من خلال علاقاته اللي قعد سنين كتيرة جدا. لما جه مجلس المهندس محمود طاهر حصل نوع من هذه الامبراطورية لم يتم التواصل معها بعد 25 يناير. انت عارف المجتمع المصري اتغير بعد 25 يناير. قبل 25 يناير يا محمد كان الاستاذ الكابتن حسن حمدي لما يجي يدخل الانتخابات كان بيعمل ايه؟ كان بيزور رؤساء تحرير الصحف القوميه الكبيره، ويزور مسؤولي التلفزيون. هي دي كانت ادوات الاعلام في مصر، وبالتالي هو بيعمل تحزيمه. يعني انت لما بتلاقي المصدر رايح يسلم عليك وبتاع، حتى لو انت عايز تنقده فبتنقده بطريقه شيك، مش فيها نوع من التشهير والتجريح. انت عارف دايما ان العمليه الاجتماعيه او النفسيه بيننا ما بين المصريين بتاثر شويه في عمليه التناول. انا من الممكن يبقى ليا مصدر صاحبي ولو عنده نوع من السلبيات ممكن اتناولها بطريقه معينه، مش طريقه سخنه قوي يعني، عشان ابقى واضح يعني. لكن بعد 25 يناير انت عندك اعلام جديد طلع
عندك فيسبوك طلع، عندك قنوات النهارده بقى في جيش قنوات رياضيه، عندك في برامج في التلفزيون من الساعه 7 الصبح، وبالتالي اصبح هناك خريطه اتغيرت، الخريطه الاعلاميه اتغيرت، ما تقدرش تسيطر عليها زي ما انت كنت مسيطر عليها ايام الكابتن حسن. هو الكابتن حسن محمد بانجازاته اللي عملها في النادي الاهلي وايضا كابتن محمود الخطيب، هل يحتاج الى يعني هذه البلبله الاعلاميه؟ ما اعتقدش ان هو يحتاج. لا، انت النهارده لو كابتن حسن حمدي هو مكان الكابتن مكان المهندس محمود طاهر وحقق هذه الانجازات العظيمه جدا على الصعيد الانشائي والمالي والاداري وفرق الكوره والفوز بالدوري بتاع، انا بعتقد كان هيتعمل له تمثال عند مطار القاهره مش في مقر الجزيره، مطار القاهره، عشان كل الزائري مصر النهارده يشوفوا تمثال حسن حمدي. لكن النهارده احنا بنتكلم على واحد انه بيؤمن بالديمقراطيه اللي هو محمود طاهر، ما هو مشكلته انه بيؤمن بالديمقراطيه انه بيتحاور مع الاخ. كان من الممكن يا محمد محمود طاهر يعمل ايه؟ يلبس بدله على طول والكرافته، وما يجي المصور يجي يصوره حاطط ايده في جيبه وكانه هو مش باصص للكادر زي ما كان بيحصل زمان. يعني كان دي كان في ناس، انت عايز اسالك على حاجه، هو كان كابتن محمود كابتن حسن حمدي كان بيتكلم؟ ما كانش بيتكلم، كان قليل، لكن عنده ادواته نعم. عنده ادواته. كابتن ياسين بيه منصور هذا احد القيادات الكبيره جدا للنادي الاهلي واللي فادته على مدار التاريخ، يعني رئيس النادي الاهلي. انا عايز بس اوضح دي، على مدار التاريخ بيبقى قليل الكلام وقليل الظهور الاعلاميه، تمام، بس عنده الادوات الثانيه لما بيحصل حاجه بيطلع في ناس ترد من نفسها يعني، لكن ما كانش بيسكت يعني. لا ده هو راجل ذكي جدا جدا. لكن انا بقول لك ياسين بيه منصور كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكان عضو في لجنه الكوره، مش كده ولا ايه؟ عضو لجنه الكوره. محدش في مصر قال لك ياسين بيه منصور ازاي يبقى عضو في لجنه الكوره، محدش اتكلم، مش كده ولا ايه؟ محدش اتكلم مثلا وقال لك ان ياسين بيه منصور هل لعب كوره مثلا في النادي الاهلي او مارس اللعبه في فريق النادي الاهلي الاول، محدش اتكلم خالص، مش كده ولا ايه؟ ياسين بيه منصور دفع من جيبه حوالي 40 مليون جنيه بما فيها جاب الفلوس بتاع مانويل جوزيه واللعيبه اللي هم اللي كان جابهم بتوع سواء صفقات سواء صفقات جيلبرتو وفلافيو وكان مجلس النادي الاهلي اي حد تساله يعني دفعته مين دفع يقول لك محب النادي الاهلي، محدش يقول خالص، محدش يقول. انا بتذكر موقف في كان النادي الاهلي في تونس وكان البعثه الاهلي في تونس وكان الاستاذ ياسين منصور قاعد في اللوبي، اللعيبه نادوا له يعني فنادوا له فقعد معاهم وكان حسام كابتن حسام البدري موجود، جه بيعدي الخطيب كده من اللوبي فلقى الاستاذ ياسين منصور وقاعد معاه حسام البدري واللعيبه بيحبوه يعني فبيتكلموا، فراح نادي كابتن حسام البدري على جنب كده الخطيب وقال له لا مش من تقاليد النادي الاهلي انه عضو مجلس الاداره يقعد مع فريق الكوره. انا يعني مش عايز اعلق بقى عليها لانه يعني انا برضو عشان يبقى في حميميه كده يعني دي مش من تقاليد الاهلي، لو انت كابتن خطيب اللي قاعد يبقى دي من تقاليد الاهلي، وياسين منصور قاعد مع الفرقه واللعيبه مثلا يبقى دي مش من تقاليد يعني. انا بس كان ياسين منصور لانه راجل زاهد وبرنس فمش في دماغه الحاجات الصغيره دي، بس انا بحكي لك مواقف لانه في سلبيات كتيره جدا وحاجات بتحصل، لكن هم عشان صحابنا احنا ما كناش بنقول، ما كناش بنكتب، ما كناش بنعمل. لكن النهارده احنا بنتكلم على مستقبل النادي الاهلي، مش بتكلم على اشخاص. انا لما بقول انا برضه عايز اخد حضرتك نعم ان كل مجلس له وقته وله الضوابط، وبالنسبه لمجلس كابتن حسن حمدي في الفتره اللي كان فيها بالنجاحات بالاوضاع اللي كانت متوقعه عمل انجازات عظيمه جدا كابتن حسن حمدي عشان انجازات. بس ما ننكرش يعني انا بس يعني عايز انقل عايز انقل لان انا لما باجي اتكلم يا استاذ محمد انا يهمني شعار النادي الاهلي ويهمني كلام النادي الاهلي. فهذا المجلس بما يتوافق من اوضاع هو ماشي في 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 النسق وفي في السياق الصح، مش النسق فقط، النسق والسياق الصح. صحيح. كخطوات استراتيجيه صحيح. من ناحيه فنيه باخد دوري وكاس، من ناحيه استثماريه النادي الاهلي ما شاء الله عقود رعايته. هنتكلم على الصفقات. انا عايز اسالك هو اشترى كام لاعب يا محمد السنه دي؟ حوالي 4 لعيبه. يعني وغير كام مدرب؟ هو مدرب واحد. مدرب واحد. ما اتغيرش. يعني مع فرق ثانيه غيرت جابت 12 و18 و20 لاعب وغيرت ثلاث مدربين واربع مدربين. لو فندم واللي بيجي لعيبه منتخبات يعني سواء لعيبه الافارقه كلهم لعيبه منتخبات. يعني نتكلم على ايفونا لعيب منتخب جابون. صحيح. وليد ازارو لعيب منتخب المغرب. صحيح. حتى كوليبالي جاييه مستوى فئه اولى. مستوى اول. فئه اولى. بس انت بتجيب احتياجاتك. احتياجات. يعني انت ممكن تجيب 20 لعيب بس انت ما تجيبش 20 لعيب ليه؟
مش عايز سمسر. طب انا هقول لحضرتك مش عايز سمسر. هقول لحضرتك حاجه مش عايز سمسر. لا وفي انا بس عشان ما بقاش في سمسره في انا لا يهمني الانديه الاخرى فانا هسال حضرتك سؤال. ما بقاش في سمسره في النادي الاهلي ثانيه واحده بس. ما بقاش في سمسره في النادي الاهلي وانا بكرر الكلمه دي 20 30 مره. ما بقاش في سمسره في النادي الاهلي. بقاش في سمسرة. انت بتدفع المنتج. المنتج يستحق القيمة المالية كذا. بتدفع القيمة المالية. طب انا هقول لحضرتك حاجة. نعم. صفقة هشام محمد. الناس نعم. قامت ولم تقعد. رغم ان المقابل المادي في لعيب بهذا السن بهذه الامكانيات يستحق. تمام. وفي اندية اخرى جابت مساك اكتر من قيمة صفقة هشام محمد بخمسة ستة مليون جنيه ومحدش اتكلم. ومساك وانا بتكلم في لعيب نص ملعب بروميسنج خليفة حسام غالي. طيب. واحد مندي مع مصر المقاصة هذا الموسم من افضل المواسم سواء صناعة او احراز الاهداف. تمام. طيب يبقى اذا انا كصفقات ماشي في انهي اتجاه؟ لا انا ماشي صح و و و والادارة الموجودة مجموعة شباب وناس بتنتج وبتبذل مجهود للنادي الاهلي. لكن هي الفكرة ايه؟ انت كل ما مجلس محمود طاهر ينجح في حاجة لازم يدوروا له على حاجة. لو جاب صفقات كويسة وحلوة يقول لك بس غالية. لما تيجي النهارده مثلا تبيع الصفقات دي تبيع ايفونا بالمبلغ ده تقول له اصل الفريق كان محتاجه. محتاجه ايه يا ابن الذين؟ انت هتقدر تبيعه بهذا المقابل؟ مش هيجي مقابل تاني. انت بتتكلف. انا كنادي اهلي انا بجيب لعيبه ليه؟ انا بدعم صفوفي لكن برضو عيني بتبقى ايه ان انا خدت بطوله الدوري استثمرها وجي انا بايفونا خدت بطوله الدوري. صحيح. والهدف الشهير اللي ايفونا جابه في مرمى نادي الزمالك كان احد اسباب ان انا اخد بطوله الدوري. لعيب عملاق يعني. لكن انا بقول انه ايه انا بجيب لعيبه زي ما انت حضرتك بتقول مستوى اول منتخبات وبرضو السن بتاعها يبقى صغير عشان انا بستثمر فيها بعد كده وبعد ما اخد البطوله. يعني انا ما بعتش لعيب وانا ما خدتش بطوله. بالظبط كده. بالظبط. يعني استفدت منه فنيا الاول. خدت منه ما اريده فنيا كلاعب نادي اهلي. انا بدور على البطوله رقم واحد بجيب بطوله. بالظبط. لكن انت بقى حاسبني على زي ما انت بتقول تقاليد النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي اني هي بتفسح المجال والحريه لاي مدرب وبعدين اجي احاسبه يا محمد فخر الموسم اشوف عمل ايه ومش من ان انا من تقاليدي ولا من السيستم بتاعي ان انا ماشي مدرب في نص الموسم مش كده ولا ايه؟ طيب انا بشوف حسام البدري عمل ايه؟ 1 2 3 يبقى ده مدرب ناجح. طيب مجلس الاداره عمل ايه في خلال العام ده؟ انجز كذا مدرب ناجح زي ده ما بيضحكش يا يعني استاذ محمد. مين اللي ما بيضحكش؟ حسام البدري لا مركز في شو ايه ما بيضحكش يعني هو يعني هو هو يعني حسام ده اطيب شخص في العالم على فكره. بيقول لك ما بيضحكش. حسام طيب جدا جدا واهلاوي صميم احد الرموز الكبار للنادي الاهلي واحد الاساطير في كره القدم للنادي الاهلي. وبالتالي انا لما اجيب مدرب مهم زي ده النهارده ومدرب انا بشوف عنده فكر عالمي ويقدر انه بيقود النادي المؤسسه الكوره دي مؤسسه يا محمد لازم عندي في حسام البدري في تقاليد النادي الاهلي في كبرياء النادي الاهلي وبالتالي الراجل بيتحمل مسؤوليه لانه مجلس كل الاداره منافسين يا فندم. سقف نعم كسب كل المنافسين كل الناس كسبها كل المنافسين كل اللي بيطلعوا بعد كده يقول لك اصل المدرب الفلاني افضل مدرب في الدوري وهو كسبانه. طب انا عايز اقول لك على حاجه ان ناس يعني ناس اصدقاء من قيادات في النادي الاهلي السابقين يعني وهم اصدقاء لحسام البدري انا لقيت حد فيهم بيكلمني بينقد فكره انه بياخد الفلوس بتاعته اللي هي زادت يعني المرتب بتاعه كحسام البدري. فانا قلت له طب ما الدنيا كلها بتزيد يعني ما كل واحد بيزيد الموظفين بيزيدوا مش عارف مين يا فندم هو نجح ولا مش نجح إيه؟ دي مكافاه. الراجل حسن شحاته النهارده لما كانوا بيلوموا حسن شحاته انه بياخد حوالي كان كام على ايامه كان حوالي مش عارف 400 الف ولا بتاع. حسن شحاته كابتن حسن شحاته هذا المدرب العظيم جدا قعد حوالي 7 سنين مدرب لمنتخب مصر ومن حظه الحلو وحظنا انه كل سنه او كل سنتين بيفوز بانجاز وبالتالي الطبيعي جدا العقد بتاعه محمد لازم كل سنه بيزيد 15 الى 10%. يا فندم جوارديولا دلوقتي ب 22 مليون يورو في السنه ليه؟ خد كام بطوله دوري ابطال اوروبا وخد كام بطوله دوري مورينيو بكام دلوقتي يعني انت زي ما هو نفس التعاقد بتاعه في من بدايه توليه الادارات ما اكيد طبعا لا. يعني انت زي ما بتكسبني يا محمد خد وهديك وكافئك وانا عايز ايه انا عايز فرقه الكوره في النادي الاهلي تفوز عايز اللعيبه بتاعتي تنضم للمنتخب الوطني لان ده العنوان ده فرع الجزيره بعد بعض التطورات برضو ليه مشاهدين عشان يكونوا معانا في سياق الحوار احنا جبنا استعرضنا التلات افرع للنادي الاهلي او طبعا الافرع اللي موجوده فرع الشيخ زايد استعرضناه لحضراتكم فرع مدينه نصر وفرع طبعا المقر الرئيسي وبيت الامه في ادي ملعب مختار التتش بعد تجديده حاجه تفرح منظر جميل جدا حمام السباحه التاريخي نعم. اللي موجود لاول مره بشكل حضاري اول مره شفت الاسفلت شفت البتاع بيسموه ايه البتاع ده الترتان
لا اللي بتمشي بيه في على الشوارع في النادي بدل الاسفلت عاملين هم هو الترتان الترتان فعاملينه بشكل جميل جدا واعضاء النادي بيقعدوا يتفرجوا على التدريبات شكل حلو قوي يعني حاجه قيمه وفعلا دي اللي بتتناسب مع النادي الاهلي يبقى اسم كبير بس على الارض يبقى عندك منشئات تتناسب مع هذا الاسم الكبير لكن كان زمان بنسمع الاهلي لكن بتيجي تدخل وتلاقي فيه منشئات مفيش منشئات ولا عارف حته تقعد فيها ولا عارف حته تاكل فيها ولا عارف ملعب تلعب عليه ما دي البنيه الاساسيه محمد الناس مش فاهمه دي البنيه الاساسيه ل 18 سنه ما حدش مد ايده ليها ليه ما مدوش ايديهم ليها مش عايزين يصرفوا فلوس هم عايزين بس ايه الكوره تفوز يا سيدي ما الكوره تفوز وعلى التوازي اعمل للناس حقوقها ادي الناس حقوقها الناس اللي قاعده ليل نهار في النادي الاهلي دي اديها حقوقها من خدمات ما في النهايه انا باخد فلوس منها برضو اديها خدمات عايز اروح لنقطه مهمه جدا وانا لما بيكون معايا ضيف بهذا المستوى يجب ان اصل الى حلول ما يحدث من تعنت مع اداره النادي الاهلي في نصاب وخاصيه كيفيه انعقاد الجمعية العمومية على يومين. كيف تكون الحلول في هذا التوقيت؟ أنا كوزارة شباب أو كلجنة أولمبية حتى الآن الكل حتى أعضاء الجمعية العمومية كل من تحدث في قناة النادي الأهلي في ثلاث أيام الكل يناشد ما هو دور المهندس خالد عبد العزيز كان من الممكن أن يكون هناك دورا فعالا في أن نصل إلى الحلول يا أستاذ محمد أبو الخير. نعم. كيف نصل إلى الحلول؟ يعني أنا شايف أنه الحل العملي الآن هو إقامة الجمعية العمومية للنادي الأهلي على يومين إذا كانت الجهة الإدارية بلاش كلمة الجهة إذا كان اللجنة الأولمبية اللي هي تبقى مسؤولة من مفترض عن الرياضة المصرية عليها أن ترسل جواب لماذا لم ترسل جواب واضح وبيقول يا إدارة الأهلي عليكم أن تعقدوا الاجتماع الجمعية العمومية مرة واحدة وفي يوم واحد لماذا لم يرسل يتم إرسال مثل هذا الخطاب من اللجنة الأولمبية أو مديرة الشباب والرياضة الذي قرأته بنفسي وشاهدته لا يوجد نص يقول اجتماع الجمعية العمومية يوم واحد فقط ما فيش الكلمة دي خالص فيش يوم واحد فقط وبالتالي النادي الأهلي استشار ما هو لا ما خاب من استشار يا محمد هو احنا يعني بالفريكيكو يعني ايه اللي فهمنا احنا في القانون مش بنسال ناس قانونيين يعني هو اللي عمل اللائحه بتاع الاسترشاديه ده مش قانونيين اللي عمل قانون الرياضه مش قانونيين طيب اللي النهارده لائحه النادي الاهلي اللي عملها مش قانونيين طب لائحه النادي الاهلي والقائمين على هذه اللائحه قالوا نصا وكلاما واضحا انه اداره الاهلي عليها ان تعقد الجمعيه العموميه على يومين مفيش ما يمنع قانونا طب النهارده النادي الاهلي عمل بقى الاجتماع الاول فين هيبقى في مدينه نصر كويس طب ماذا يحدث ان شاء الله باذن الله يعني والجمعيه العموميه اكتملت في اليوم الاول 12500 يعني انا بعتقد لا يستطيع لا يجرؤ احد لجنه اولمبيه او غير لجنه اولمبيه تقول لك الاجتماع غير قانوني لا يمكن في هذه المرحلة يا محمد لأن أنت كمان جايب 10 قضاة من النيابة العامة والنيابة العامة لها تاريخ وطني كبير جدا جدا لا تتذكر معي تاريخ النيابة العامة المجيد لما كانت في وقت الغزوات الإخوانية لما احتلوا الدولة المصرية وقفوا وقفة بطولية لا يمكن أن ننساها شباب النيابة العامة ويعني كبارها وشيوخها النيابة العامة سوف تشرف على عقد الجمعية العمومية 10 مستشارين سوف يشرفون على الجمعية العمومية وبالتالي هذا يؤكد قانونية الجمعية العمومية لأنه أنت مش بتشرف أنت كمجلس محمود طاهر وعماد وحيد وكامل الامر متروك للقضاء مش انا اللي بشرف او الجهاز الاداري عندي في النادي اللي بيشرف لا انا جايب هيئه قضائيه ومحايده وبالتالي هي التي تحدد مدى قانونيه الجمعيه العموميه هي التي تحدد مدى التزام الجمعيه العموميه هي التي تحدد مدى يعني الاعتماد اللائحه وانا شايف انه باذن الله وما اراه من تحركات على الارض ويعني شحن كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه اعضاء الجمعيه العموميه الحقيقيين اللي بيحبوا النادي الاهلي بشكل حقيقي مش بيتكسبوا ولا شغالين موظفين عشان يقول لك الاهلي امي والاهلي ابويا اما يجي واحد النهارده يجي من النادي الاهلي وهو بيشتغل موظف يقول الاهلي ابويا وكاني مش هصدقه لانه راجل ده موظف في النادي زي ما انا راجل صاحب الاهرام اقول الاهرام دي امي وابويا ده انا عشان ايه مرتبي منها لكن لما يجي النهارده
اعضاء جمعيه العموميه الحقيقيين اللي ما لهمش مصلحه، وحاله الشحن اللي انا شفتها بنفسي للحضور الجمعيه العموميه في مدينه نصر وفي المقر التاريخي في الجزيره، بعتقد انه لن تجرؤ اللجنه الاولمبيه وتقول ان الاجتماع غير قانوني. غير قانوني ليه يا محمد بيه؟ مش هتقول، لانه لو قالت في هذه الحاله يبقى تدخل حكومي. استاذ محمد ابو الخير انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا بقول بخلي خمس سنين يعني معلش يا فندم الوقت بيداهمنا، ودايما ان شاء الله تكون معانا في قناه النادي الاهلي، وبشكرك شكرا جزيلا على حضرتك النهارده. بشكرك وانت يعني انا صدقني سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك. انا اسعد يا فندم. كده فقرتنا خلصت، نطلع فاصل ونكمل مع حضراتكم. لسه السيد الاهلي لديه الجديد، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.